بشراكة مع مؤسسة كليوباترا التي ترأسها الفاعل الجمعوي عبير محمود، كان لأعضاء المجلس الأورو-عربي للفكر الفلسفي والروحي موعد ومعالم مدينة أمستردام الجميلة برفقة نجاة التقني. غادر الشعراء وظلت زمرة صغيرة منهم، أبت منظمة الملتقى الأستاذة نجاة التقني إلا أن تأخذ أفرادها في جولة عبر معالم المدينة، معالم أمستردام، لتهديهم بعضا من جواهر تلك المدينة بمحبتها الدائمة. أستاذة نجاة التقني، صباح الخير. صباح الخير والربح، مرحبا بكم في أمستردام. أهلا وسهلا بكم في أمستردام. سعيدة جدا أنني التقيت بكبار بعمالقة الشعراء والكتباء والكتاب، أعتذر، لدى غادر كما قالت الأستاذة دليلة، غادر بعض الأساتذة، الدكتور محمد كنوف، الأستاذ يوسف الهواري وأعضاء آخرون. نعم. وبقي معنا الحمد لله الأستاذة دليلة حياوي، الأستاذ أحمد حدراوي، الأستاذ مصطفى الويسي، الشاعرة سمية. أهلا وسهلا بكم في أمستردام. سنقوم بجولة شعرية، سيقرأ الشعراء بعض القصائد ليشنفوا أسماعنا وأسماعكم بما يحلو من كلمات طيبة. أترك كلمة لأحد الأعضاء الآن. شكرا شكرا للنجاة. نبدأ مع بشاعرة سمية، والتي تنوب عن شاعرات وشعراء المقهى الأورو عربي. أهلا وسهلا بكم، نحن نتشرف في ضيافة الأخت نجاة التقني في هذا المشروع الأدبي. شكرا لك على الدعوة وشكرا لكم على الحضور. مقطع شعري أمستردام ولجنان أريانا. سارت بيننا نسمات تحمل أثيرا دام زمنها عمر وردة، وترت نبضات وتري وسحر لق أي قدم جاهي. وقبل أن يجف الظل على وجنتي تلاشت غيوم كانت تدللني ونور سراج كان يهديني الخطوات حتى ضلت أقدامي الطريق. امتطيت فرسا حبلى بالمستحيل، وروحي تئن من وجعها وزفيرها ألم وآهات. سعدت بي إلى عرش الهوى، وجدت العشاق ركعا سجدا، هذا يبكي وتلك تبتهل وتستشي. شكوت عذاباتي لإله الهوى، قال لا شك أنك تهدين، زمن المعجزات قد ولى وليس من لك من قدرك مفر. خرجت والعويل يعلو صوت أقدامي، تائهة لا أعرف أين الهدى. بكيت حتى اكتوت أشفاني، رآني أحد الملائكة المغرمين، احترق بنار العشق والهوى، مسح دمعي وهمس بأذني، اذهبي وافعلي ما تشائين، فالعاشق مجنون لا يخضع لأي عرف ولا قانون. جلست بدلالة سدرة العاشقين، تجادت وروحي أطراف العتاب على قدر الذي أسقطني في نهر عذاب. امتطيت فرسي وعدت أدراجي، أجر ديول الخيبة والانكسار، عدت إلى أرض الشرائع والأعراف، عدت إلى قدري ووجع الذي يأبى أن يتركني. جلست بجوار أنقاد المسجد، أرنو بأسى إلى جنيني الذي لن يرى النور ولن يشهد حالة مخاد، إنه الحب المستحيل. وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك. يعني فقد تحديتي أيضا الأحوال الجوية، يعني تحديتي يعني الريح وأيضا التصوير الخارجي. شكرا لك. والمعجزات تعود بصوت الشعراء. شكرا لك. بوركتي. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. الشاعر
مصطفى الويسي من بلجيكا بروكسل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هي قصيدة لدينا، عرضنا كان على المرأة، وأنا مولوع بالمرأة العربية. سأهديها هذه القصيدة للمرأة العربية من أمستردام الجميلة، على ضفاف أنهارها الجميلة. أستعين بالله. في الدرب أسير وللدرب أسير، وما يزال السرير طويلا وعسير. أعشق الليل حين يثقل مقلتي، والنوم يعسعس في عيني. أنتظر الليل بين طياته، إليك يحملني لأبحر في أحلامي بين بريق عينيك السوداوتين وبشرتك السمراء التي نحت عليهن التاريخ بسمة أوطاني. أنت من ذاك وذاك يسكنني، وكلنا في سمير الليل لنا موعد حين يعانق. أنت والليل والوطن في تحالف عني، ومن بروكسل بعد 3 عقود تريدون أن تنتشلوني. على الدرب الأسير وللدرب الأسير، وما يزال السبيل طويلا وعسير. ملكت الروح والعقل وسكنت قلبي ووجداني. طيفك بالنهار يلاحقني وبالليل يحاصرني، وظلك يؤنسني حين يقص عني تاريخ أوطاني. عذرا يا بروكسل لتأخري عن موعدنا، فأنا أهوى الليل الذي بليلة يجمعني. عذرا عن الذنب الذي في حقك أقترف، أنا في الحب وفي ومتطرف، وحب ليلى والليل والوطن على حبك يختلف. على الدرب أسير وللدرب أسير، وما يزال السبيل طويلا وعسير. فإن كانت عينا ناتالي الزرقاوتين محطة فعيناك القطار، وإن كانت المرسى لبضع ساعات فعيناك البحار. أزول فيهما بكل أمان ولا إنذار. ناتالي تضحكني تمتعني وتجعلني أحيا، وتحيا إلى جنبي وبين يديها عقارب الحساب المعاكس. أما أنت تلازميني في مرقدي، وتلازميني في الليل حين أجوب في أطرافي، وفي وحدتي حين أبحر بين صدفات المحيطات، وتداعبيني حين أغضب، وتسعفيني عند مرضي. فلما لا أجعل لك موطنا في قلبي؟ لما لا أجعل لك موطنا في قلبي؟ وذلك للطفل المدلل في صدري يشاطرني. كم أشعر بالأمان حين أبحر في عينيك. أنت العربية من الأطلس إلى الرافدين، موطن الأحرار، معبد الرهبان ومركز الأديان. على الدرب أسير وللدرب أسير، وما يزال السبيل طويلا وعسير. ناتالي أستسمح، لم تعد تكفيني عيناك، وكأن زرقتهما بهما خصاصة تحتاج إلى شعاع نكهة متميزة لتكتمل وتصير سوداوتين. كلما أنظر إلى عينيك أحن إلى وطني وأتغرب في زرقتي، يذكراني بالزورق الصغير الذي عبرت به لأول مرة وضممتني برفق إلى صدرك. أحسست آنذاك بالدفء والحنان، لكن الطمأنينة كانت محتشمة، وكنت أعلم أنها لا تأبأ أن تكون إلا بين ذراعي ليلى، وفي نظرتي ليلى، وفي سواد أعين ليلى حين تحتضن. عن جولتنا بأمستردام، غاب أحد أعمدة المجلس الأورو عربي للفكر الفلسفي والروحي، الشاعر محمد الكنوف. محمد الكنوف سيقرأ شذرة من شذراته الشعرية الأخيرة، الشاعر أحمد حدرامي. إذن إلى الحاضر الغائب دائما معنا، الشاعر الجميل محمد كنوف. ما يجرح الوردة سوى نداها الثقيل، مثلي تنكسر تحت الماء ومثلي تطير في الشفاف. لا أعلم لي صفات غير ما أعطتني الحياة،
فم صامت، قلب معطر بنار الحب، يدان تسلمان على النهر. أنا صفة واحدة في غصن صنوبرتي، قرن لاسم الشمس يطلع من أبجدية الله. لي عيناني تشاهدان الضوء كاملا من ثقب غيمتي، ولي أنا كاملا في أغنيتي. مقطع للشاعر محمد الكنوف. شكرا لك وشكرا لي محمد الكنوف الحاضر معنا روحا دائما. شكرا. عن جولتنا غاب أيضا الشاعر يوسف الهواري. يوسف الهواري هو عضو المجلس الأورو-عربي للفكر الفلسفي والروحي وممثله بهولندا. ستقرأ نيابة عنه شذرة من شذراته التي نظم مؤخرا مضيفتنا الجميلة نجاة تقني. تفضلي نجاة. شكرا أختي دليلة. قصيدة لأخونا الشاعر يوسف الهواري من أمستردام. في الوحدة المرعبة صمت خجول لا يعيش فيه سوى الوهم، وأنت أيتها الحياة لعبة مسلية لا يغلبها إلا القدر. لندع باب النجاة مواربا مفتوحا على الحياة وأملا راسخا في الوجدان، كشكل موسيقى لصنع الفرجة والهروب ساعة الوفاة. قصيدة للشاعر الأستاذ يوسف الهواري. الرئيس المؤسس للمقهى الأورو عربي وللمجلس الأورو عربي للفكر الفلسفي والروحي الشاعر والإعلامي أحمد حضراوي. أهديكم قصيدة بعنوان جبلة التوليب، وهي كتبت هنا في أمستردام قبل مدة. هل هذا سبق لي جنان أرجانا؟ طبعا هذا سبق لها. لم تشر نشرت فقط في موقعي. جميل. نعم. إذن حتى نعيد كتابة التكوين لابد من شيء من التلوين، من أحرف يمشي الخيال بحرفها وبطيفها يختال بعض جنون، وتخر كل غواية في ركنها إن الصلاة على القصيد يقيني. وجه صبوح مثل التوليب بالجنى وإشارة من كفه تكفيني. في بدرة التفاح أبحث عنك كي أجد السكينة في جنوني عيوني، وبكل ما لا يشتهي غدنا الذي أوحاه لي رشف الخطايا. فغسلت فيك خطيئتي وقصيدتي ومسحت دمع الخصف والتأبين. في جمرة التنزيل كانت بيننا أسرار كل رواية وظنون، وجنى يد فنن تلون خطونا فوق الجبال حكاية المجنون. أوحى دم لدم العبور مواعدا في كهف دقيانوسا رحلة نوني. قطعت حبال الوصل مزق أحرفا دل الحضارة في جراح عيوني، ومحى البصائر كلها بقميصه ذنبا يؤسس في الخلاص مئيني. أحشاؤه وطن يبدد روحه في كل جيل شهقة التخمين، وضحية تلو الضحية نطفة سحلت بقايا الأرض نحو منون، موصولة بعذابها أنثى إلى قبر أخير مثقل بكفون. نجدان في صبر الزفير جبلة في بعضها طين الهوى المسنون. أكملت كل حروفنا ونثرتها عربية في قدها المعجون. ما زلت أحكي للسراب جحودها وأذيب فوق جليدها نيرون.